أحيط المجلس علما أن مجموعة من عمال مستخدمي كل من فندق مدينة بالاس وفندق نيو سالم بأكادير توصلت شخصيا بشكاية قرابة 100 منهم وقع عليهم النصب والاحتيال باقتطاع ملايين الدراهم من أجورهم لأداء قروضهم الاستهلاكية وواجباتهم لصندوق التقاعد دون أن يعرف مآل الأموال المقتطعة منهم ومصيرها والوجهة المستفيدة منها. الأدهى والأمر أن شركات القروض المتمثلة في شركة قرض التجهيز المنزلي إكدوم وشركة ريكاب فتحت بشكل فجائي دعاوى ضد المعنيين من أجل أداء أقساط ديون أديت فعلا من أجورهم بالاقتطاع من المنبع، وأن مساطر الأمر بالأداء هذه بلغت في بعضها إلى مرحلة الإكراه البدني والبعض الآخر إلى مسطرة الحجز لدى الغير المعمول بها ظلما وعدوانا والحجز على ممتلكاتهم وكذلك كل مساطر التنفيذ. إن الاقتطاعات التي طالت أجور المعنيين لسنين عديدة لم يظهر لها أثر إلا عند تفويت الفندقين السالفي الذكر لشركة فندق رياض موغادور، وأثناء سير مسطرة التسوية القضائية وبعد فتح تصريح بالديون وإنجاز الخبرة الحسابية بحيث وردت في تقرير السنديك الذي يقر بهذه الاقتطاعات التي كانت تتم أوتوماتيكيا عبر اقتطاعات ببطاقة أداء الأجر المعنيين دون تحديد الجهة التي كانت تستفيد من هذه الاقتطاعات، مما يفيد التواطؤ بين جهات متعددة للتغطية على الأيادي التي امتدت وتجرأت على المساس بأموال هؤلاء المستخدمين وتركتهم مهددين بالإكراه البدني والعجز على أجورهم ومنقولاتهم وضياع حقوقهم في التقاعد. في خضم معاناة المعنيين تعرفوا على حالات مماثلة لوضعيتهم بكل من الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير لرمسا والوكالة المستقلة للنقل بأكادير لرطاق، مما يتطلب فتح تحقيق عن هذه الاختلالات على الصعيد الوطني وإنصاف المتضررين وإيقاف كل التعسفات تجاههم وإرجاع حقوقهم كاملة في أقرب الأجال. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب.